الناس لما بتفكر تستثمر بتفكر تشوف المكان فيه ايه مميزات، الناس بتفكر تشوف اصحاب المكان بيعرفوا يعملوا ايه، ازاي نستفيد من الظروف الطبيعيه اللي موجوده علشان نقدر نطلع منها النتيجه المثلى. يمكن لما نيجي نقول الناس في رشيد كانت بتعمل ايه طول عمرها، الناس في رشيد طول عمرها كانت بتعرف تصطاد وبتعرف تصطاد كويس قوي كمان. وده لما نيجي نقول اي حد رايح البحيره وبالذات رايح رشيد يقول لك ما تنساش تاخد معاك او ما تنساش تجيب لنا سمك وانت جاي. يمكن ميناء رشيد ده واحد من الميناء المهم جدا. لما نيجي نفكر في مشروع قومي بنفكر على اكتر من مساحة واكتر من طريقة، ازاي نفكر نعظم الامكانيات الموجودة وازاي نقدر نستفيد منها. لما نيجي نقول مشروع قومي كبير يعني هنعمل طفرة كبيرة في المكان، يعني هنعمل فرص عمل كتير جدا للناس اللي موجودة، يعني هنعمل جذب للاستثمارات. فكرة استخدام ميناء رشيد وتطويرها بشكل مختلف انه يكون اول ميناء متكامل على في جمهورية مصر العربية بالشكل ده، بالمساحة الكبيرة دي، بالصرف اللي اتصرف عليه ده، اعتقد انه كان فكرة مختلفة جدا يا شاذلي، ان احنا نستغل امكانيات المكان ونستغل اللي البشر بيعرفوا يعملوه. واحنا كمان دايما بنتابع ما يحدث في الموانئ العالمية لتطبيق احدث النظم في العالم كله في هذه الموانئ، وبرضو لما بنيجي نتكلم على الموانئ فاحنا شفنا امبارح وتابعنا والرئيس بيفتتح محطة تحيا مصر انه احنا بنفتتح موانئ جديدة وبنطور الموانئ اللي كانت موجودة، والاهم بنعمل لها شبكة طرق ومحاور تربط هذه الموانئ عشان تخدم حركة التجارة. واحنا في ميناء رشيد زي ما كانت منا بتقول طبعا هنا صنعة الناس هي الصيد، فمن المهم ان احنا نهتم بهذه الصنعة جيدا وننميها ونطورها، وده اللي حصل بالفعل في ميناء رشيد. اعمال التطوير بتتم خلال الفترة الحالية. الصناعات بقى اللي موجودة في الميناء كمان صناعات مختلفة، هنلاقي صناعات مصانع للثلوج، تعبئة الأسماك، تلاجات لحفظ هذه الأسماك، صناعات الغزل، صناعات هي دي الصناعات المرتبطة بهذه المنطقة، صناعات الشبك بتاع الصيد، صناعات المراكب، صيانات للمراكب. فالميناء الحقيقي هتشوفوه دلوقتي من خلال هذا التقرير اكتمل أو شبه اكتمل، والخدمات اللي هتقدم للصيادين من خلال هذا الميناء هتساعدهم على زيادة الإنتاج من الأسماك. خلينا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها للانتهاء من إنشاء أول ميناء للصيد بمنطقة رشيد على مساحة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه. ميناء رشيد مقام على 48 متر مسطح، 48 ألف متر مسطح، والمساحة دي طبعا أول مساحة كبيرة بالشكل ده في إنشاء المواني، وعندنا 14 مبنى رئيسي في الميناء ما بين ورش صيانة ومباني إدارية ومصنع شباك ومصنع تعليم ومصنع مثلا يعني كذا حاجة موجودة في الميناء. يعني هنا متوقع ان احنا نوفر 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مع بداية تشغيل الميناء تشغيل كامل. احنا تقريبا مخلصين اكتر من 75% من الانشاءات نفسها، ويمكن المباني نفسها الانشاء نفسه اكتر من 75، لكن احنا فاضل البنية التحتية اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بقدر كبير جدا، وان شاء الله خلال فترة صغيرة خلال شهرين او ثلاثة هنبدأ نفتح نعمله يعني تشغيل تجريبي في خلال الفترة اللي جاية خلال شهرين ان شاء الله. ويأتي تنفيذ مشروع إنشاء ميناء الصيد الذي يعد الأول من نوعه ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع رشيد على خارطة السياحة العالمية وتطويرها وتنميتها بشكل يليق بتاريخها العريق. احنا حضرتك ميناء الصيد في رشيد هو يعتبر الميناء الأول من نوعه في هذا الحجم، هو اللي بيقدم مجموعه خدمات جديده مع يعني مش موجوده في كامل الدوله، اضافه مش لمحافظه البحيره بس، هي اضافه لكل مصر. احنا هنا بنتكلم ان احنا عندنا اكبر رصيف صيانه في على خط النيل بمسطح حوالي 4000 متر للصيانه فقط، ملحق به 5 منشات بتخدم عليه ما بين ورش طلاء ما بين مخازن معدات ما بين مباني اداره الورش الهندسيه
كل ده بيخدم على صناعة اليخوت وصناعة المراكب وصيانتها وتشغيلها، وده إضافة مش موجودة خالص في المكان في الأماكن المحيطة بينا كلها. ده طبعا بالإضافة إلى أن احنا عندنا هنا محطة كهرباء كاملة لتشغيل المينا بكفاءة بوضع كافي، أن هي ما يبقاش في أي مشاكل أو أي أعطال مستقبلية أثناء التشغيل. مدينة رشيد بشكل عام هي مشتهرة بصناعة وصيانة السفن واليخوت المتواجدة في كل أنحاء مصر إن لم يكن خارج مصر، وده مشهور عن رشيد. وده هيتحقق هنا، ان الناس هتبقى شايفة مكان مماثل تمام يا فندم، مماثل للأماكن اللي عندهم بلاطة صيانة بهذا الحجم. احنا بنضاهي المواني اللي شغالة في البحر، وده مش موجود، ودي إضافة كبيرة جدا جدا. أعتقد إن شاء الله إن هي تحقق الهدف المرجو منها في أسرع وقت بإذن الله إن شاء الله.